النادي الرياضي القسنطيني. في وقت الحديث عن حسم الأمور يأتي عبد الله ويأيوب ليحسم الأمور. الإرهاق والتعب إلى الثاني للنادي العاصمي مولودية الإضافية. الأسيست كان من يوسف بليلي، أو هنا التوزيع من يوسف بليلي، هنا التمريرة عبد اللاوي أيوب يحطها في المرمى الخالي في الشباك القسنطينية، يسجل الثاني، الجول الثاني لمولودية الجزائر في آخر اللحظات. في آخر اللحظات يحط الهدف الثاني بكل ثبات. على اليسار جات ثم تمريرة من هناك مولودية الجزائر العودة.